أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت؟ نعم، على عهد الله حيث عهد إلى عباده أن يعبدون: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون. هذا العهد الذي بين العبد وبين ربه، أن لا يعبد إلا إياه وأن لا يستعين إلا به، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: إذا تعبدون فاستعين. هذا عهد بين العبد وبينه، أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. والوعد وعد الله، الله وعد من وفى بعهده مع الله أنه يؤديه خير الجزاء وأحسن الجزاء، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى.